مسرحية القفص هي اختصاص مسرح شارع، نحب نخدم برشا على فلسفة الاجتياح من أجل الاحتجاج، أنه نقربوا للجمهور ونشاركوه الحملة الفنية هذه، ونخلوه يخوض غمار المغامرة المسرحية هذه لمدة 60 أو 70 دقيقة في شوارع تونس الكل. دريم الشباب فتح لنا الأفاق باش نعملوا برشا مشاريع، ومن خلال مشروع القفص باش يجينا الإلهام، باش يجينا الدعم، وبرشا باش تجينا برشا فرص زادة للعرض والتشهير بالعرض، وباش نخدموا برشا أعمال أخرى. وهذا كله بالطبيعة من خلال الفرصة اللي عطاها لنا دريم الشباب، ومن خلال هذا نجموا نرتقيوا بالمشهد الثقافي بمنطقة مازل بوزيان ولاية سيدي بوزيد.